voilà, donc tu as mis des formats de DNA, donc on a la conception transversale à l'âge de moyenne. Donc on a dit qu'on a mis le homme de calcul, l'axe en plan, profil en long, terrain, dévers, mais c'est le projet. Donc on a calculé le projet à la désachevée, et on a calculé le projet DNA. Zone. Calculer tout. Voilà le projet maintenant est calculé. Maintenant, qui est maintenant d'abord calculer les perspectives. C'est le but de la vidéo. Calcul perspective. L'axe moyen a donné l'abscisse 0. L'abscisse de fin est un trait d'élif qui a 4 km au milieu de 100 mètres. Intervalle entre perspective et perspective. Perspective. Perspective, c'est ce qu'il y a. Yani, la vue de l'trait ديالي داك مستعمل الطريق لا في ديالو شحال كيشوف قدامه غادي نبقاو نديرو هاد العمليه كل 100 متر. دونك هنا الا كان عندنا تي بي سي ديستانس او بور دو تي بي سي غنشرحو هادي شنو فهمت. ستادير الا كان عندك تير بلان سنترال غادي نبقاو نحسبو من هنا 1 متر 75 1 متر 75 بحال مستعمل الطريق واقف هنا. Voilà. Hauteur de l'usager, 1,20 m. 1,20 m. Là, on a un flanc normal marocain, 1,10 m. C'est-à-dire, on a un mustamil tariq, chal la hauteur de l'eau. Donc, ça, avec l'automobile, on a un flanc normal moyen, le maghrib, on a un petit congé l'automobile, tu vois, tu vois, le loup, il y a 1,10 m. Hauteur de l'eau, l'instruction sur les caractéristiques géométriques des routes en rase compagnie. Hauteur de l'obstacle. Donc, tu as la hauteur de l'obstacle, il y a 0. Donc, l'obstacle de hauteur 0. Maintenant, profondeur de perspective, ça va être un peu plus bien. Donc, il y a des missions qui sont à 500 mètres. Sens de circulation droite, il y a des missions qui sont à l'imène. Maintenant, gestion, il y a des missions donc, il y a des disciplines 0, 100, 100. On dirait que c'est 40 perspectives. On a anglais tout sélectionné. Anglais, ok. C'est bien cool. Oui. Anglais, ok. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Le perspective. Anglais aperçu. C'est un autre figure. L'acte maillard n'a pas l'auteur. Point de passage. Hauteur, obstacle 0. Distance de visibilité. Voilà. Il donne par exemple un A. Par exemple, أنا هنا في البلاصة الأولى كنشوف قدامي 402 مترو، البلاصة الثانية كنشوف قدامي 303، 205، 124، 139، هادي هاد المسافات اللي تنشوف هنا خاصهم دائما يكونوا أكبر من لا ديستونس داري، لا ديستونس داري شنو كتساوي؟ 001 في كاري بلوس 04 في، إلا درت واحد الكالكيل بالنسبة للريفت 001 fois 40 carré plus 0,4 fois 40. كتعطيني 32 مترو. إذا أقل مسافة خص يكون يشوفها مستعمل الطريق قدامه في لاكاتيغوري ريفت هي 32 متر. هنا ايضا كيشوف حتى الا كانت عندك اون بيرت دو تراسي سي تادير اون بيرت دو تراسي بار اكزومبل هنا بار اكزومبل انا الا كنت في هاد البلاصه ما غنشوفش هاد السيد اللي جاي من هنا دونك هادي كتسمى اون بيرت دو تراسي واخا فيرمي ممكن تامبريمي وتخرجهم اغلبيه ما تيخرجهمش في الرابور مع الاسف تنوقع تنقول مع الاسف تفادي المشاكل لان انا راه كان عندهم بيرت دو تراسي خصو يرجع يعاود داكشي نقولي اوكي سورتي دونك هنا ممكن مثلا نمشي نقرا البيرسبكتيف ديالي نكملو دونك انا كنمشي لهنايا الا بغيت نقرا البيرسبكتيف ديالي فوالا هي بيرسبكتيف وكنمشي نكليك على دي فيلمو هاو كيبدا غادي في الطريق ديالها وكيعطيني انا لي ديبلي هادو بلايص ديبلي فوالا انا الطريق ديالي بحال هنا دابا لاحظتوا معايا هنا فين عطاك بيرتو تراسي هنا مابقاش باين لك هاد البوان
Voilà, c'est... راه ممكن دير نفس الكالكول في الرجوع، ما تبقاش تحسب لواحد ما هنا الفوق علي، ممكن دير نفس الكالكول في الرجوع، والأغلبية تي نيجليجي، ولكن راه مهم بزاف. فوالا بالنسبة لنا حنا راه توليغابل، عندنا اون سول بيغ دو تراسي، دونك فوالا الخدمة ديالنا إلي تخي 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 توليغابل. فوالا كنخلوه حتى كيكمل. تخي بيان، تنوركو على اي شاب باش نحبسو. لاحظوا معايا كندير اي شاب باش يبان لي مثلا هاد البوان، بغيت ندير لا سكرين. لاحظوا معايا، هاي ها لاكس ديالي، لاكس اللي قاسم لي الطريق، ها الطريق ديالي هي تروات دي. فوالا راني غادي هاك. لاحظتوا معايا ديك 1.75، الفي ديالي تقريبا بحال انا واقف هنا، بحال انا بعيد 1.75 على هذا، على اللاكس ديال لاغوت. هو تيسمي يقدر يكون عندك تي بي سي، يقدر ما يكونش. الا ما كانش تي بي سي راه عندك هذا اللاكس ديالك، دونك تكمل دي فيلمو تيكمل ليك. فوالا حتى كيدوز لك عليهم كاملين. هو دابا راه يلاه وصل 1000 متر. هاهي اس لابسيس كيفيلي. سمعني البيرسبكتيف، عرفتي البروفيل، واش عندي شي ايرور مهمة هادي. فوالا ما عندي حتى شي ايرور في البروجي ديالي. ها هي ايرور. تري بيان، دونك نعاود كمراجعة صورتي كالكيلي اوترا بيرسبكتيف. انا ديجا هاد الكالكيلات، وكديروا المراحل اللي درت انا في بروجي. عندنا واحد المعلومة الإخوة، دونك كي غنحبس الفيديو الو قبل ما ندير المونتاج، المهم جو تخوف يوتيوب راني نوريكم هاد المعلومة اللي هي البروفوندور دو بيرسبكتيف. ميم سي ما كنبدلاش نشرحها لكم. هي الوغ ملي كيحسب لك كل بروفيل، ملي كيحسب لك كل بروفيل شحال لا فيزيون ديالو، هو كيدير لك بروفيل كل 100 متر، ولكن في كل بروفيل كيشوف لك شحال المسافه اللي كيشوف بارابور ديك 500 متر. بحال مثلا انا في هذا البروفيل واش كنشوف ديك 500 متر اللي قدامي كامله، او لا شحال كنشوف منها. دونك هادشي راه غادي تشوفوه دابا معايا. لاحظوا معايا يمكن ندير اوكي، واخا لاحظوا معايا ما غاديش تلقاو شي حاجه اللي فوق من 500. هاي ما كايناش المسافه القصويه بحال دابا مثلا هنا. فوالا في البروفيل 102 هنا كنشوف 500، والمشرع في القانون المغربي باش تعرفوا علاش داروا 500، 500 متر هي كيقول لك هي المسافه اللي عندك فيها الحق تسمح لمستعمل الطريق انه يدوبل. فمثلا في هذا البروفيل انا غادي نسمح لمستعمل الطريق انه يدوبل. فوالا في هذا البروفيل كاملين الوغ هنا ما يمكنش. بحال مثلا هنا كاين بروبليم، هنا قدامو كيشوف 241 متر، ومن هاد 241 216 فيها بيغ دو تراسي. دونك هنا هادي راه غتولي بوان واقف طريق اكوريجي. حنا لحسن الحظ عندنا بيغ دو تراسي وحده في الطريق ديالنا كامل. الا كان عندك بزاف ديال بيغ دو تراسي راه نورمالمون عندك شي خطأ، ما احترمتيش لي نورم، اولا في البروفيل اونلاين ديالك ما رسمتيش مزيان. اتونسيون الاخوه، غير البروبليم حنا مع الاسف حنا بزاف الشركات تيركزو على لابارتي ديال الفلوس اكثر من لابارتي ديال لا سيكوريتي روتيير. نتمنى تكون هاد لابارتي تاهي مفهومه ديال 500 متر، راه مهمه بزاف. دونك انا هاوت انا ما كنبدلهاش، لان انا شرحت لكم علاش، غير باش تفهموا حتى نتوما منين جات هذيك 500 اللي دايرين لكم تما. يعني في كل بروفيل تيقول لك شحال كتشوف. نشرح لكم الطريقه تتفهم جميع الاخوه، اسمحوا لي كنطول في الفيديو، ليسونسيال داكشي يكون فهم الجميع. دابا هو هنا هذا البروفيل بيرسبكتيف 1، هذه مثلا بيرسبكتيف 2. من هذا البيرسبكتيف 1 غيحسب لك، غيشوف لك شحال كتشوف في هاد 500 متر، ومن هذا البيرسبكتيف 2 غيحسب لها شحال كتشوف من 500 متر. شي مشكل. وهنا راه غيكون الثالث الى اخره، حتى هو شحال كيشوف قدامه في 500 متر الى اخره. وما بين بيرسبكتيف وبيرسبكتيف راه قلنا لك انت كتحدد المسافه. بحال انا درت بيرسبكتيف كل 100 متر يحط بروفيل ديال بيرسبكتيف. فوالا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.